السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب فيكم مرة أخرى في مقر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. هذا أنا الدكتور محمد صفي، راح نتابع معكم ما بدأناه في المحاضرات السابقة في الحديث عن أساليب التوجه والحركة. راح نتكلم في هذه المحاضرة عن التقنيات الحديثة في التوجه والحركة. مع نهاية هذه المحاضرة أتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يتعرف على التقنيات الحديثة في التوجه والحركة، كذلك أن يميز بين هذه التقنية. نتكلم مباشرة عن التقنيات الحديثة وعن أنواعها. فمن أهمها المرشد الصوتي اللي هو سونيك باثفندر، وهو جهاز إلكتروني يساعد الكفيف على الحركة واكتشاف المكان الذي يتواجد فيه، وذلك بتحديد العوائق والعقبات التي تواجه الكفيف والتي تقع على بعد يتراوح ما بين 10 إلى 12 قدم. كذلك ممكن استخدام هذا الجهاز مع العصا العادية ليعطي الكفيف أمانا وكفاءة أثناء السير. كذلك يوفر له الحماية من العوائق التي تقع بين مستوى الرأس وركبتيه أو ركبتي الكفيف، وكذلك العوائق الجانبية بزاوية مقدارها 45 درجة يمين ويسار جسم الكفيف. بالنسبة لهذا الجهاز فهو يعطي 3 أنواع من المعلومات: يقدر المسافة، يحدد الاتجاه، كذلك يحدد الأشياء المعيقة. في نفس الوقت الجهاز هذا له عيوب، أهمها أنه لا يوفر معلومات عن وجود عائق أسفل مستوى الركبة بالنسبة للكفيف. تكلمنا في النقطة السابقة أن مستوى أو ما يميزه أنه يستخدم ما بين الرأس وما بين ركبة الشخص الكفيف. كذلك هذا الجهاز يفقد حساسيته في الحالات غير عادية مثل هطول الأمطار وهبوب الرياح. نشكر لكم حسن استماعكم، على أن نلتقي في محاضرة قادمة.